بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم، أهلا وسهلا أطفالي الأعزاء في قناتنا. طبعا نواصل مع كتاب القراءة صفحة 128 أطفالي في مقطع جديد الأصفار. طبعا إذا أول نص منطوق: رحلة إلى الجزائر. أشاهد وأتحدث، أستحضر ما سمعت في النص وأعبر عن المشهد. هنا أطفالي في النص المنطوق الذي ستلقيه عليكم المعلمة في القسم، الكاتب صاحب النص يتحدث عن أول رحلته أو رحلة له من مرسيليا إلى الجزائر التي لم يزورها من قبل. فهذه الصورة أطفالي هنا أمامكم توضح لنا تلك السفينة الضخمة التي انطلقت من ميناء مرسيليا إلى ميناء الجزائر، التي أبهرت الكاتب بعد وصوله إليها واندهش لجمال مدنها الساحلية وإعجابه الكبير بصحرائها الواسعة. الآن عدنا استعمل الصغار لهذا السبب، أتذكر رحلاتي من هذه المدينة، لهذا السبب أسميها مدينة الوداع. إتي بجمل تستعمل فيها لهذا السبب، إذن راح نساعدكم فقط ببعض الجمل. يلقي الإنسان مخلفات كل أنشطته في مياه المحيطات، لهذا السبب ازداد خطر التلوث. كثرت النفايات على سطح الأرض، لهذا السبب تدويرها صار ضروريا جدا. الحكايات الشعبية جزء من تقاليد وثقافة الشعوب، لهذا السبب تعتبر كفن زاخر بالعبر والقيم. التأني هو سبيل النجاة، لهذا السبب علينا التفكير بهدوء عند الوقوع في مشكلة ما. صديقي يستمع إلي جيدا ويكتم سري ولا يخيب ظني، لهذا السبب علاقتي قوية معه. عبر عن الصور، إذن الآن عبر عن الصور مستعملا لهذا السبب. إذن عدنا ثلاث صور سنعبر عنها. إذن الصورة الأولى أطفالي هنا، لاحظوا الطائرة والمسافرون يصعدون إلى الطائرة. إذن نقول ستقلع الطائرة بعد قليل، لهذا السبب تقدم الركاب للصعود إليها. في الصورة الثانية هنا لاحظوا هذا المريض راقد على فراش المستشفى. إذن نقول أصيب المريض بوحكة صحية، لهذا السبب نقل إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية مثلا. في الصورة الثالثة، إذا هذا مرشد سياحي. إذا نقول زيارة الصحراء، إذا زيارة صحراء الجزائر ليست سهلة، لهذا السبب نحن بحاجة إلى مرشد سياحي. جيد، إذا عدنا هنا يا أنتجوا شفويا. قصدت ووالدك وكالة سياحية لانتقاء مكان تسافرون إليه لقضاء العطلة الصيفية، فقدمت لكم عدة عروض من بينها السفر إلى مدن جزائرية مثل غردايا والجزائر العاصمة ووهران وبعض البلدان مثل تونس وتركيا وماليزيا مع تخفيضات جد مغرية وخدمات راقية. تشاورتم فيما بينكم وأراد كل واحد منكم أن يقنع الآخر بالمكان الذي يريد السفر إليه. تحدث عن المدينة أو البلد الذي اقترحت على والديك السفر إليه مبررا اختيارك. نعم، إذن تمنيت دائما أن أزور مدينة وهران الباهية عاصمة الغرب الجزائري، تلك المدينة التي تطل على الساحل البحر الأبيض المتوسط والتي تعد ميناء هاما جدا، كما أخبرتنا المعلمة أنها المركز الاقتصادي للجزائر وأنها غنية بالثقافة والفنون، كما أنها ثاني أكبر مدينة في البلاد، وأخبرتنا أيضا أن اسمها مشتق من كلمة بربرية تعني الأسد. قالت لنا المعلمة أن وهران لديها العديد من النشاطات الثقافية والأماكن السياحية الجميلة جدا،
كقلعة سانتا كروز التي بنيت من قبل الرومان، ومعبد وهران العظيم الذي كان فيما سبق لليهود والآن صار مسجد عبد الله بن سلام، وقد بني هذا المعبد بحجارة أحضرت من مدينة القدس، وأيضا هناك قصر الباي. كل هذا يجعلك تتعطش لزيارة هذه المدينة العريقة وهران. هذه هي أطفال الأعزاء، إذا خليكم في أمان الله وحفظه، بالتوفيق في اختباراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.